أدنى من أنهم يتعرضوا للتحرش. أهم حاجة طبعا مراقبة البيت، الكنترول بتاعهم، ما نسيبش ابننا لوحده، بالذات في السن اللي هو من 4 سنين 5 سنين لحد سن 12 سنة. لازم نتابعهم أصلا في البيت ونخلي عندهم حرية إن هم يتكلموا عن أي حاجة بتحصل لهم وكده بره البيت، ولازم أصاحبهم كمان، لأن الصداقة ما بين الأم والأب والأولاد شيء مهم جدا طبعا. ما أقدرش أقول لك إن في طريقة معينة، بس هو بالاهتمام بالأطفال، لازم نخلي بالنا من أطفالنا، لازم نخلي عيننا عليهم. من الاولاد حضرتك مثلا تعرضوا لموقف زي ده، هل حضرتك هتبلغ ولا لازم ابلغ الجهه المختصه بكده عشان تتخذ الاجراء اللازم معاه عشان ما يتكررش الموضوع ده تاني مع ابني او مع غير ابني؟ يعني انا كشخص يعني خايف، انا شرقيه، طبعا مش هبلغ خالص، لا خالص، لا طبعا هاخد موقف، يعني هحتوي ابني وهاخد موقف جامد جدا من اللي عمل كده، سواء حتى لو كان اقرب حد ليا. لو اتعرضت لحاجة زي كده لا قدر الله، او واحد من ولادي اتعرض لحاجة زي كده، هبلغ مش هخاف. اول ما بيجي لنا البلاغ من غرفة الرئيسية من خط نجدة الطفل 16000، في اليات معينه من اول ما طلبك البلاغ لحد تاكيد البيان، من اول تاكيد البيانات للباحث لما بينزل بيعمل بحث حاله، بيبتدي يعمل تقرير مفصل بنرفعه لخط نجده الطفل 16000، ومن خلال التقرير ده بيتعمل خطه تدخل كامله للطفل دي في خلال الفتره اللي هو المفروض يترفع عنه الخطر فيها، وبنبتدي نمشي في اليات رفع الخطر عن الطفل. اغلبيه الحالات مع الاسف الفتره اللي فاتت كانت من الاسره، بس طبعا الطفل بيبقى جاي متدمر لان الاسره هي المصدر الوحيد الثقه بالنسبه للطفل، فبنبدا نتعامل معاه بثقه من ناحيتنا احنا، ان احنا نبدا ندعمه نفسيا شويه وناهله شويه لبرده ان هو يشوف ان خلاص هو فقد الثقه في كل الناس، فبنحاول نخليه شويه كدعم نفسي ان هو يكون يعني يطلع شويه عنده ثقه في باقي الناس. يعني لما بنستقبله بيبتدي ياخد الخدمات الأساسية اللي هو محتاجها، الأكل، اللبس، الخدمات الطبية، واحدة واحدة بنبتدي ندمج الطفل في برنامج، سواء برنامج نفسي احنا بنعمله دعم نفسي فردي، جلسات فردية، أو وسط المجموعة اللي هو موجود معاها بنبتدي نعرف الطفل انه عنده اماكن خاصة في جسمه ما ينفعش حد يلمسها، ما ينفعش حد يشوفها، انا بدخل الحمام لوحدي، ما ينفعش اروح مع حد ما اعرفوش، فبنبتدي نعمل التوعية دي للطفل من اول وهو عنده 4 سنين. كمان بنشتغل على الأسرة في الجزء ده، لأنه عادة الأسرة مش بتبقى قادرة توصل هي للطفل أو توصل له التوعية دي، فإحنا بنشجع الأهالي أنه اسمعوا أطفالكم، لو طفل جه قالك أنه أنا حصلت معايا حاجة غريبة، أنا في حد حاول يلمسني أو يضايقني، لو سمحتوا اسمعوا الطفل، حاولوا تصدقوه، اعرفوا منه القصة، وتشجعوا أن أنتوا تدعموا الطفل وتاخدوا خطوة ناحية بلاغيه.